السلام عليكم يا جماعة. ساعات نشوف في شباب يجون المسجد وقت الصلاة اللي مسوي له قصة مو بعد لبس مو بعد ساعات في تلفونه أغاني ما له شاب وتوى يا يبي له ثبات يبي له واحد ينصحه، لكن الأسلوب مهم. حسن المعاملة سواء أنت كإمام أو مؤذن أو كمصلى، شنو يعني هدفك إن أنت تروح تنصحه عشان تحافظ على صلاته ويمشي يعني يتفادى الأخطاء، لكن الأسلوب يا جماعة كرر أسلوب لا تشرجونهم، يعني لا تخلي هدفك إن أنت بس تبي تنصحه وتبين إنه هو غلطان وخلاص. واحد من الشباب يقول مرة غلطة بسيطة في المسجد، كان ناسي التلفون، قوم عليه الدنيا، أروح القهوة أشيش لو أسوي شيء انكسر شيء يعاملونك معاملة إنه لهم غلطانين. ليش؟ عشان يحافظون عليك، يحافظون على الكاستمر. فهي نفس الشيء عشان تخلونه وتشجعونه يحافظ على صلاته، حسن المعاملة يا جماعة. والله يهدينا جميعا إن شاء الله.